مرحبا جميعا، اسمي أيمن مهنا، المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير. رح نبدأ الويبينار الأول ضمن برنامج أضواء يلي اليوم مخصص لانفجار بيروت ب4 آب أغسطس 2020، وما ترافق مع هذا الانفجار من بث للأخبار المضللة عبر كل أنواع وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. رح نبدأ مع محمود غزيل يلي هو ضمن مجموعة أضواء المشاركين بأضواء، صحافي متخصص بالتدقيق بالمعلومات. بدعيكم انكم تتبعوا الاكاونت او حسابه على تويتر بشكل اساسي غزيل، لانه قد يكون من اسرع المدققين بالمعلومات مش بس بلبنان لكن بالعالم العربي، وما بيترك المعلومات الدقيقه لإله بشكل مغلق. هو من اكثر الاشخاص يلي بيامنوا بثقافه المجتمع المنفتح والاوبن داتا والبيانات المفتوحه، واكثر الاشخاص اللي بيشاركوا بشكل سريع المعلومات اللي عندهم اياها مع المتابعين وكل الناس يلي بيتابعوه وبيهتموا بهالموضوع على مواقع التواصل. محمود تفضل. البداية لما نقول نحن اللي هي الانفجار المعلومات المفبركة، هو لما نحن نشوف كيف صار في حادث معين وتلاه بعدين كم هائل من المعلومات الغلط اللي عم تؤدي لتضليل الناس وتضليل الرأي العام بشو صار عن جد. بالبداية إذا بدنا نحكي عن المعلومات تبع الانفجار، خلينا نحن نبلش بالانفجار نفسه، شو يلي صار، شو اللي خلى الناس تتداول هالكم من المعلومات. هون رح فرجي هيك فيديو صغير، هو مقابلة صارت مع النائب هاجوب بكردونيان، نائب لبناني كان عم يجتمع بدارة ببيت رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، واللي هو بيته بيصير مقابل تقريبا المرفأ، قريب من منطقة المرفأ. لحظة 4 آب اللي صار، كنا عند دولة الرئيس ساعة 5:30 كان الموعد، 6 إلى 5 إجاني فيديو إنه في حريق بالمرفأ. قال لي شيخ سعد بيكون عم بيحرق دولي، وكنا عم نحكي إنه هو رايح ب6 شهر على هاي يرجع 7 شهر. قلت له شيخ سعد معليش، إن شاء الله جابك ترجع نهار السبت، بركة بتضلك شي 3-4 أيام أمنيا. قال لي لا ما حيصير شي هلا. أوف. قلنا طيب منقوم؟ قال لا خليكم شوي، موعد الثاني 6:15 عم نحكي. وكنا سألناه إنه أنتوا كنتوا بتكون تكلفوه لرئاسة الحكومة؟ إيه؟ أنتوا كنتوا مسلمين؟ سألناه إنه هل هو مستعد الحريري. هل هو مستعد يرجع يعمل رئيس حكومة؟ قال لا بالوقت الحاضر ما عندي شي أعطي. كنا بالحديث طلعت رجي تريا وكل شيء تجد. أول انفجار وكبينا حالنا على الأرض. شيخ سعد بالأول، كيف يعني كبينا حالنا على الأرض؟ انبطحنا على الأرض. فكرتوا قصف؟ شو فكرتوا بأول انفجار؟ لا فكرنا انفجار، بانو عم نسمع صوت طيران، يمكن مش طيران، وطلع الانفجار الثاني. شفتنا مثل ما شاف كل الناس شو صار، يعني شيء يمكن نص دقيقة كنا على الأرض وزازوا كل شيء. إجوا الشباب المرافقين عن شيخ سعد، طلعنا ما عم نشوف بعضنا أصلاً، غبار وعتم وكل شيء، وكلنا مخمنين إنه التفجير بيت الوسط. فكرت التفجير استهدف بيت الوسط، لأنه بوقتها كان كل حدا بمحله فكر إنه التفجير تحته عنده صار. ونزلنا تحت الأرض، وبعدين ساعة 6:12 أو 14 أنا طلعت على التلفزيون قلت إنه الحمد لله على السلامة ما في شيء مش بطنة، وصار اللي صار. فكرتوا حدا شخصية تاني استهدفت؟ يعني لما طلعت كنت صرت عارف إنه المرفأ ولا كان بكت بعض مش عارفين؟ وقت اللي طلعنا وأنا عم بحكي على التلفزيون المذيع قال إنه التفجير بالمرفأ. بالأول قالوا بالسراي، بالسراي الحكومي، وبعدين بالمرفأ. بعدين شفنا يلي صار. بأول وهلة ما قدرنا نستوعب إنه شو اللي صار. شو حجم ال بدي أنطلق من هذا الفيديو لتقدروا تشوفوا كمية، يعني هذا شخصين كانوا مجتمعين سوا، ولكن الناس عم تبعت معلومات من قبل. التفجير صار إما بالسراي إما بقلب البيت الوسط أو بأماكن مختلفة. هو بالبداية حريق دواليب، بعدين صار في انفجار كبير، في انفجار أول انفجار تاني. فخلال نقول هالربع ساعة 15 دقيقة
كمية المعلومات لهود الشخصين المجتمعين تلقوها كانت عديدة وكبيرة وببعض الأوقات متضاربة. فهون لازم كمان نحن نرجع شو اللي صار فعليا بمساء يوم الثلاثاء 4 أغسطس. النقاط البارزة بأنه صار في انفجار داخل المرفأ حوالي ساعة 6 مساء و8 دقائق، سمع دويه حتى أبرص، يعني هذا قديش حجم الكارثة والانفجار. وأكيد صار في مقتل قرابة 190 شخص وإصابة الألاف، وفي تم تشريد أكثر من 300 ألف شخص ضررت منازلهم، وفي عدد مفقودين حتى الساعة. الحادث نفسه هو أول شيء اندلع حريق بأحد عنابر المرفأ، بأحد المباني لداخل المرفأ. صار في انفجار أولي، أعقبه هيك انفجارات صغيرة، وبعد دقائق طلع الانفجار الضخم يلي هو انتشر وانشاف حول العالم، اللي هو طلعت مثل شكل الفطر وانتشر دويه بالمدينة واللي حتى أبرز كمان. في عوامل هي أثرت على انتشار هذه المعلومات وكيف يعني الناس حصلت عليها. في هالمعلومات أول شيء المؤسسات الإعلامية المهنية، هي لما تنشر الأخبار عبر منصاتها وحساباتها وعبر التلفزيون مباشرة بتقول شو اللي صار، هيدي بتأثر على الأخبار كيف الجاية لعنا. في عنا خوارزميات منصات التواصل، شو اللي أنا بشوف الخبر قبل التاني، يمكن يكون وصلني فيديو تبع المرفأ بعدين بعد فترة بيوصلني الخبر بأنه في حريق صار بالمرفأ، فهيدي بتعتمد على الخوارزمية تبعت منصات التواصل. في عنا الحسابات المغفلة والمحمية، هي اللي ما بنعرف مين عم يدير هالحسابات على منصات التواصل وعم تنشر بدورها معلومات يمكن يكون صح ويمكن يكون غلط. تقنيات النشر عبر المنصات، على فيسبوك في طرق معينة، في اللايف فيديو، على تويتر ما شفنا كتير لايف فيديو بس في تغريدات وصور وفيديوهات عم تنتشر. الثقة بالحسابات، في أحيانا بيطلع مثلا، لنقول أيمن ببداية الحديث قال أنه حاولوا اعملوا فولو لمحمود على تويتر، لانه في نوع من ثقه بانه هذا الحساب شو نوع او شو طريقه النشر اللي بيعتمدها الحساب، بينما في حسابات ثانيه كانت عم تنشر ما معروف اللي هي فعليا بلبنان، هل هي فعلا تعرف الوضع بالمرفأ، هل يمكن تكون مثلا والله بامريكا او بدول يمكن مش معروف وين هي هذه الدول. وفي كمان اللي اثرت على تلقي هذه المعلومات هي انتشار النظريات الواقعيه وغير الواقعية على شو اللي صار وشو اللي سبب هذا الموضوع. في عنا طبيعة الحال مستخدمو الانترنت داخل وخارج لبنان، كل واحد بأثر بدوره. في عنا الحوادث السابقة والآراء المسبقة اللي هي نحن بصير نعتمد عليها بأنه والله صار في هذا الشيء معين فلابد يكون السبب لإله هو أمر معين تاني، مثل على سبيل المثال بالأيام الماضية صار في كتير نوع من حرائق عم تندلع داخل مؤسسات وداخل أماكن بقلب لبنان، صاروا طبيعة الحال يقولوا هذه مشكلة تبع تلحيم بعض الأمور داخل هالمؤسسات. ليش؟ لأنه التلحيم يعتبر بأنه هو المسبب الأول للتفجير يلي صار داخل المرفأ، فهذه الحوادث السابقة بتأثر بكيفية تلقي المعلومة. وفي عندنا طبيعة الحال مستغلو الأخبار ومترصدو الحوادث، وهذه للأسف عم نشوفها لما الناس أو الحسابات بتحاول قد ما فيها تجيب عدد من اللايكس والشيرز وتحاول تخلق فيديوهات مش موجودة فعليا بس كرمال تجذب انتباه الأشخاص، كرمال يزيدوا تفاعل هذه الحسابات أو المواقع الإلكترونية. وآخر شيء اللي هي حسابات النشر التلقائي والذباب الإلكتروني، اللي هن بيعيدوا التغريد ونشر عدد هائل من المعلومات هي نفسها بس كرمال تضليل الرأي العام وأخذوا من جهة إلى جهة تانية. لنرجع على قصة المرفأ، هيدي خريطة تظهر جزء من مدينة بيروت وبيظهر المرفأ، منطقة المرفأ اللي هي بتصير على كل هيدي الجهة هون. الحادث الأساسي وتلصار في اندلاع حريق اللي هي عند الساعة 6 تقريبا أو ما قبل الساعة 6 اللي هو هون، هذه نقطة المرفأ الأساسية اندلعت فيها الحريق. لما اندلع هذا الحريق في بعض الأشخاص رصدوا هذا الدخان المتصاعد وبلشوا ينشروا الصور وبعض المعلومات بأنه في نوع من حريق عم يصير داخل منطقة المرفأ. بعد فترة معينة صار في انفجار صغير وأعقبوا انفجارات صغيرة كمان تانية، في عدد أشخاص أكبر انتبهوا للموضوع وحركوا جهاز التليفون لناحية المرفأ ويصوروا الأحداث يلي صارت. وبعدين صار الانفجار الضخم
وهو اللي وقتها كل المدينة سمعت صوته وكل المنطقة سمعت صوته، وصار في عدد كبير من الأشخاص عم يصوروا الحدث، شو اللي صار عندهم من ناحية الدمار، من ناحية الدخان، من ناحية النظريات اللي كانت عم تطلع. فصار كتير في عدد من المعلومات عم يتم نشرها عبر الانترنت. وطبعا لما ينشر عبر الانترنت في وسائل إعلام ترجع بتاخد هذه المعلومات وترجع بتنشرها بدورها. لما نحكي نحن على أول شيء اللي هو اندلاع الحريق وتصاعد الدخان، هون كان بلشت مقاطع تظهر إنه هودي مثلا على سبيل المثال أشخاص موجودين داخل حرم المرفأ وعم يتطلعوا على ناحية الدخان بأحد العنابر، وهون بنشوف الصوامع القمح الموجودة بالخلفية. هذه كان بالبداية. بعد فترة بنصير بنشوف في صور تانية أطراف تانية عم تنشر هذه المعلومات بأجزاء مختلفة بتساعد بتحديد شو اللي عم يصير. حتى هون في أحد الصحفيين عم يقول huge explosion in Beirut، بس مثل ما هلأ نحن عم نشوف بأنه هيدا كان ما قبل الانفجار الكبير، هيدا كان نوع من أول انفجار صغير اللي صار وبلشت تطلع الدخان، واللي كمان صار في أشخاص تانيين يقولوا أو يحاولوا يوضحوا بأنه في حريق بأحد العنابر بقلب مرفق بيروت، بس هيدا منه انفجار مثل ما هو كان عم يشاع بوقتها. ولكن كل هيدي الصور والمشاهد اتوقفت لما طلع الانفجار الضخم، وشفنا كيف كان عم يتصاعد الدخان الأحمر والدخان الأسود والأبيض من ناحية التفجير، واللي هو كانوا كل الناس إجمالاً عم يتطلعوا صوب الدخان ببداية الحادث ليشوفوا شو اللي عم يصير ويصوروا ويوثقوا بأجهزتهم. ولما صار هذا الانفجار الكبير يعني على سخرية الحدث بأنه في كتير من الأشخاص كانوا عم يصوروا الحادث، وبالتالي عندنا مش بس فيديو واحد، عندنا مقاطع مختلفة ومن زوايا مختلفة للانفجار يلي صار. ومن هون نحن بنشوف من كل زاوية وزاوية عم نشوف شو اللي عم يصير بالانفجار، كيف تصاعد هذا الدخان وكيف انفجر المرفأ بقلب بيروت. طبعا كل هذا يلي صار بيرجعنا على نظريات اللحظة الأولى. قبل ما نحن يعني طبيعة الحال صار ماري أكثر من شهر وخمسين لستين يوم، لحديث اليوم نحن ما في عنا تحقيق فعلي يوضح للرأي العام اللبناني والعالمي شو يلي صار بقلب مرفق بيروت، ولكن أصحاب النظريات كل واحد صار يطلع عنده بنظرية معينة. حاولت أنا أقسم هذه النظريات لشوف من وين عم تطلع وشو السبب اللي خلاها تبرز عبر منصات التواصل الاجتماعي. النظرية الأولى اللي هي أنه هي ضربة إسرائيلية، كان يعني أصحاب هذه النظرية نحن معروفين بلبنان دائما تحت نوع من خطر من إسرائيل ومن نزاعات إقليمية ممكن تصير داخل لبنان، ولكن اللي كان بشكل أساسي واضح بأنه في كان ارتفاع منسوب التوتر بين حزب الله وإسرائيل بمنطقة الحدودية بالأيام السابقة، صار في نوع من خرق لحدود وصار في ضخ إعلامي بأنه في شيء عم يصير على منطقة الحدود بين لبنان وإسرائيل. وطبعا داخل إسرائيل نفسها كان في كلام كبير بأنه نتنياهو كان عم يحاول يعني يعمل أي عمل أمني معين ليبرز كأنه هو قائد سياسي فذ كرمال لمساهمته بالانتخابات والتغييرات الحكومية اللي كانت عم تصير بإسرائيل. يعني هذه نوع من الجهة السياسية أو السياق السياسي لما كان يحدث قبل الانفجار أربع أيام. في وكرمال هيك يعني في كتير من أشخاص صاروا يقولوا إنه لابد يكون في طيران بالسماء، وعلى أكيد في طيران، ونحن بنعرف إسرائيل لا تغادر الأجواء اللبنانية. هلا يمكن صح دائما ممكن يكون في طيران إسرائيلي، بس هيدي من النظريات اللي خلت الناس يندفعوا نحو خبر بإنه في ضربة إسرائيلية حتمية لابد إنه تكون صارت بالمنطقة. النظرية الثانية اللي هي مخازن لأسلحة وعتاد عسكري لحزب الله. هون ادعت وقت السلطات الإسرائيلية بأكثر من مناسبة بأنه حزب الله يخزن الأسلحة والعتاد العسكري بين المدنيين وبمناطق عدة من العاصمة بيروت. وهون وقتها بنتذكر لما طلع نظريات تانية عم توضح هيدا الكلام، وبلشت ترجع تنشر صور من فترات سابقة لنتنياهو رافع
خريطة أو صورة جوية لمنطقة بيروت، والناس يقولوا أنه نتنياهو كان عم يصوب أصبعه مباشرة نحو أنه هيدا أحد عنابر المرفأ يحتوي على أسلحة لحزب الله. فهيدا الأمور كلياتها خلت الناس تقول أنه لابد يكون في ضربة إسرائيلية صارت لمخازن حزب الله بالمنطقة. والنظرية الثالثة اللي هي كمان يعني الشعب اللبناني بيعرفها أكثر من الشعوب العربية وحول العالم، اللي هو أنه لبنان بالمرتبة 137 من أصل 180 على مؤشر الفساد. واللبنانيين معروف هن بيعرفوا بأنه قديش مدى انتشار الفساد داخل المرافق العامة، وطبعا على مدى السنين الماضية كثير من الأشخاص تابعوا التحقيقات والكلام خصوصا من قبل الصحافة رياض قبيسي يلي من قبل 2013 عم حاول يلقي الضوء على مشكلة الفساد داخل مباني الجمارك وداخل المرفأ والمؤسسات التالية، وفي يعني تاريخ كبير وتصوير وعينات بنقول الاشتباك الصغير ما بين رياض قبيسي كجسم صحافي عم يحاول يلقي الضوء على الموضوع، والأجهزة الأمنية اللبنانية اللي كانت عم تحاول يعني نوعا ما تعتم إذا بنقول إعلاميا على المشكلة وكأنه ما في شيء صاير. هودي بيرجعنا لمسألة بأنه طبعا في مسؤولية على الدولة اللبنانية، في فساد معين صاير، ولكن نظرية الفساد أمام الرأي العام كتير خفت، بينما في نظريتين كانوا أشبه متفقين مع بعض وعم يحاولوا يروجوا لبعض بشكل أساسي وكبير. أول وحدة بتقول أنه النظرية هي ضربة إسرائيلية، والنظرية الثانية بأنه هو مستودع أسلحة لحزب الله وانفجر بالمنطقة. هودي النظريتين كانوا إجمالا طاغيين على المشهد العام على مواقع التواصل الاجتماعي بأربعة وخمسة وستة وعشرة آب، ويمكن مستمرين لحديت اليوم. هودي تبينوا من خلال اللقطات الأولى اللي كانت عم تنتشر عبر تويتر واللي أغلبنا شفناها، لما صاروا كتير من الناس بيقولوا بلا نحن شفنا صاروخ ووصلنا فيديو وعم نشوف اشياء معينة، وهيدا مبين تحت دائرة معينة بانه في صاروخ عم يضرب مكان المرفأ، وفي اشخاص تانين يقولوا كاميرات تحت الليزر وتعمل بالليزر والاشعة ما تحت الحمراء وبتصور استهداف لصاروخ معين عم يصير بالمنطقة. فصار كل حساب هو يتبنى هالمعلومة ويعيد نشرها ويحاول يضلل الرأي العام بجهة مغيرة لجهة اللي هو لازم تتبعها. يعني حتى الحسابات ما بنعرف من وين اتجاهها، أو هل هي لبنانية ولا لا، أو هل هي حسابات نشر تلقائي أو لا. وصار في أكثر من فيديو وأكثر من طرف سياسي وأكثر من جهة أقليمية بنعتبر أنه عم تحاول تغير الرأي العام وتتوجهه نحو طرف معين. طبعا الصور والفيديوهات يعني ما وقفت على صورة واحدة ولا فيديو واحد، صار في كتير من المشاهد وكتير من الأمور عم يتداولوها انه بلا هيدا فيديو بيظهر شو اللي عم يصير بالمنطقة وشو اللي صار بمرفق بيروت. هون كلياتها كمان بترجع لمسألة مهمة هي مهنية وسائل الإعلام. هذه النقطة اللي حكيتها بأول وحدة على كيفية إيصال المعلومة. ليش مهنية وسائل الإعلام هي ضرورية وأساسية؟ وسائل الإعلام ما بحكي بس على التلفزيون، هي كمان بشكل أساسي مواقع الإلكترونية الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، هي إجمالاً نحن المصدر الأول لأننا للمعلومات، صار نوصل بتوصل الخبرية عبر فيسبوك وواتساب وتويتر قبل ما نشوفها على نشرة الساعة 8 أو 9 نشرة الأخبار على قناة التلفزيون. ولكن في أربع مشاكل أساسية شفناها بوسائل الإعلام اللي صارت. بالبداية كان في استعمال محتوى مضلل، اللي هو استخدام معلومات لإدانة أو تبرئة جهات محددة بقلب لبنان، اللي هي صار فيه على سبيل المثال استرجاع لتاريخ تنظيم المسلح لحزب الله وترسانته العسكرية، أو حتى من جهة تانية تبرئة أحزاب تانية من أنه هي ما كانت متواجدة داخل المرفأ وما في لها عناصر داخل المرفأ. نقطة تانية اللي هو محتوى خاطئ، لما يتم مشاركة محتوى حقيقي ولكن مع معلومات خاطئة أو مضللة. هذه شفناها لما تم
ربط نوعا ما مع الكلام والحديث عن تدخل إسرائيلي وتصريحات نتنياهو قبل الانفجار، على أنه هذه التصريحات صارت ما بعد الانفجار. نوع ثالث اللي هو السيرات خاطئة، هو استخدام عناوين أو معلومات أو عناصر مرئية خاطئة. هذه شفناها كمان خصوصا عبر منصات التواصل لما صاروا يستعملوا عبارات مثل أنه هذه قنبلة نووية وقعت بلبنان، أو كارثة هيروشيما وقعت بلبنان، مع أنه هذه يعني بتخلي الأشخاص يعتقدوا أنه أمر نووي صار بينما هو ما صار نووي. وكمان هي شكل الغيمة اللي كيف طلعت الناس تربطها بالمشاهد التلفزيونية اللي شافتها للقنابل النووية. وحتى بقلب التفجير نفسه في كتير من الأشخاص استعملت صور لتفجيرات سابقة صارت بلبنان لوقت اغتيال وسام الحسن أو اغتيال رفيق الحريري رئيس الحكومة الأسبق، أو حتى استعمال صور لتفجيرات صارت بمعامل كيميائية بالصين أو بفرنسا أو بأمريكا أو بدول تانية. والطرف الرابع اللي هو نشر محتوى من صور وفيديوهات تم التلاعب فيها. غير قصة الفيديوهات، حتى الصور صار في كتير صور فوتوشوب معمولة بأنه تظهر مش بس وقت الكارثة اللي صارت بلبنان، وحتى كمان وقت التضامن مع لبنان. صرنا نشوف كتير معالم معروفة حول العالم متضامنة مع لبنان، أنه متشحة بعلم بألوان العلم اللبناني مثل الأهرامات ومثل أبراج بأمريكا وبفرنسا وبدول تانية، بينما هي ما صارت، ولكن الناس عن طريق الفوتوشوب أو عن طريق استعمال صور قديمة ليبرزوا هذا النوع من التضامن. هلأ كيف نحقق نحن بالمعلومات؟ في كتير من الأمور والأدوات اللي نحن فينا نستعملها كرمال نتأكد من هذه المعلومات والمواد اللي عم توصل، ولكن أنا ما حأدخل فيهم كلياتهم. أنا أبرز شيء اللي ممكن أقوله وأهين شيء ممكن أقوله هو اللجوء إلى المنطق. لما أنا أفكر بطريقة منطقية وفعالة ويعني خلي الأمور عن جد دقيق فيها بس هيك منطقيا من دون أي أدوات، أنا ممكن أكشف كتير من زيف الأمور. يعني على سبيل المثال لما توصل لهذه الصورة وبيقول الشخص بأنه هيدا صاروخ عم يضرب منطقة المرفأ، طيب الدخان متصاعد وكبير وشفنا هذا الدخان الأحمر تبع الانفجار الكبير، يعني الانفجار انتهى وطلع الانفجار، طيب ليش بده يكون في هلأ صاروخ عم يضرب هذه المنطقة؟ هذه من جهة. من جهة تانية إذا أنا بدي أطلع بشكل هيك صحيح بالصورة، الحجم تبع هذا الصاروخ المزعوم يعني وإداش قربه وإداش بعده من الانفجار، يعني في شيء مش صحيح بالموضوع اللي عم يصير. نفس الشيء لما كانوا في أشخاص عم يقولوا هودي جثث الأشخاص عم تتطاير بالهواء وتنتشر، فكثير ناس صاروا ينشروا هذه الصورة ويحكوا عنها، ولكن فعليا هي مجرد مجموعة عصافير وحمام عم تطير فوق بيروت. اللي بيعرف بيروت بيعرف قديش فيها عصافير بتطير وفي كشاشين حمام بالمناطق المحيطة بوسط بيروت، وكيف كلياتهم يعني بنشوفه نحن خصوصا اللي ببيروت يعني يشوفون على سطوح المنازل عم يكشوا الحمام والعصافير من فترة لفترة. واللي بيأكد أكثر بأنه هيدي مجموعة من الحمام أو العصافير هي الصور اللي تم تداولها بعدين بتفرج أنه بين الضحايا في كمان مجموعة عصافير وطيور كانت متواجدة بمنطقة المرفأ. يعني هيدي بمنطقة المرفأ بحرم المرفأ بشكل مباشر منشوف في حمامة ميتة على الأرض، وفي من جهة تانية التغريدات تانية بتقول بأنه تم الاعتناء بعصافير وحمام كانوا قراب من منطقة الانفجار وتضرروا كمان من اللي صار. هيدا من ناحية العصافير والطيور والنظريات اللي بتقول صواريخ وغير صواريخ. طبعا في مشكلة أساسية كتير من الناس قالوا انه لابد يكون في صاروخ ونحن شفنا ووصلنا فيديو. طيب تمام انا معكم وصلكم فيديو، ولكن كمان لسخرية القدر بانه هيدا التفجير كتير من الناس كان معهم تليفونات وفي كتير كاميرات مراقبة وسي سي تي في مزروعين من زوايا المباني والأرصفة والشوارع. هيدي الأدلة اللي طالعة من قبل الناس عطتنا معلومات وافرة على اللي شو اللي صار بقلب بيروت، وهيدا بيبين لما نحن بس نجمع الفيديوهات جنبا إلى جنب ونحاول نشوف نحن شو اللي صار فعليا. يعني هيدا مقطع فيديو عم تشوفه، الكاميرات عم تظهر التفجير بنفس الوقت، يعني لنشوف نحن شو اللي صار عن جد
شو اللي تحرك. وبالتالي نحن عندنا المعطيات اللي بتظهر بأنه التفجير من أي جهة، وديش كان العصف، وديش يعني ممكن الأدوات تكون متداخلة، أدوات الخارجية المتداخلة، وطبعا المكان اللي صار التفجير. يعني طبعا في كتير ناس صار يقولوا خارج المرفأ، داخل المرفأ، بالسراي، خارج السراي. فهودي أنواع الفيديوهات والأدلة المنشورة عبر الإنترنت بتعطينا فكرة واضحة شو اللي صار وشو اللي عم يتحرك. إذا بدنا نرجع ندقق نحن بالفيديوهات الأساسية اللي كانت عم تنتشر وتقول إنها صواريخ، نحن بيكفي إنه نحاول نشوف إذا في نسخ سابقة أو من دون الشعارات الزيادة اللي بتكون داخلة على الفيديو. يعني هذا فيديو أظن باللغة، يعني مش اللغة العربية، في كتير شعارات وأدوات موجودة هون. نحن لقينا فيديو تاني وحاولنا نحطهم جنبا إلى جنب ونخفف السرعة ونشوف هل في اختلاف، هل في شيء مش واضح أو شيء لافت للنظر. فعلى سبيل المثال هذا الفيديو يلي انتشر بأربع شهر، حاولنا نشوف نحن وندقق بأحد الفيديوهات بيقول إنه هذا صاروخ عم ينزل حاليا على منطقة المرفأ، ولكن بالفيديو اللي قدرنا نحصل عليه بيبين إنه فعليا، وهذه بربع السرعة، بيبين إنه ما في صاروخ، والصاروخ يلي عم ينحكى عنه داخل هذا الفيديو المزعوم بيظهر لثواني معدودة وبيختفي بالهواء وبيرجع بعدين بيطلع الدخان. يعني كأنه في حدا كان مستقصد يدخل صورة الصاروخ إلى جانب هذا الفيديو كرمال يعيد نشر هذا الفيديو على حساباته وعلى منصات التواصل ويحصل على عدد كبير من الشيرز واللايكس وهذه نشوة التفاعل اللي بيحصل عليها. هذا واحد من الفيديوهات. من الفيديوهات الثانية كمان نحاول نسرع شوي بالموضوع، اللي هي فكرة انه الكاميرات الحرارية وكاميرات بأشعة الليزر اللي اشتغلت. وقت اللي انتشر هذا الفيديو واحد يفكر شوي منطقيا، ليش بدها تكون في كاميرا حرارية او كاميرا بالليزر واقفة وعم توجه الكاميرا عبر المرفأ بشكل مباشر وتصور يلي عم يصير؟ ليش كاميرا حرارية وكاميرا يعني حرارية غالية مش رخيصة، بينما الكاميرا تبعت التليفون او الكاميرات التصوير الإخبارية هي يمكن أرخص منها وتقدر تصور نفس الشيء. فلما حصلنا على الفيديو الأوريجينال حاولنا ندقق بين اثنين، منشوف تماما نفس الشيء، بأنه تم إضافة بعض العناصر لتظهر بأنه في صاروخ يضرب هذه المنطقة. هيدا الفيديو الحراري ممكن أي شخص يعمله على فكرة عن طريق الهاتف. في شيء اسمه invert color، اللي هو أنا بس ببرم الألوان بيصير الأبيض أسود وبتختلف الألوان وبيصير يطلق عليه مثل ما عم تشوفوا thermal imaging أو كاميرا الحرارية اللي عم يدعو فيها. وهون منشوف كيف فيديوهان مبينين واضحين، وكيف بعدين هلأ شوي بتطلع الدائرة بتفرجينا اللي هو تم إضافة عنصر جديد، عنصر غريب على هيدا الفيديو ليظهر كأنه في صاروخ يضرب المنطقة بينما فعليا ما في أي شيء عم يضربها، والنيران اندلعت من تلقاء نفسها من داخل هذا المرفأ. لنرجع على قصة نتنياهو واللي صار، طبعا كتير حديث طلع بأنه هيدي إسرائيل عم تعمل هالضربة، وهون حساب يقول نتنياهو اعترف حاليا أو هلأ يعني بأنه صار في ضربة على بيروت، بينما كمان منطقيا منشوف بأنه التغريدة الأولى بخمسة أغسطس، بينما التغريدة نتنياهو أو المكتب تبع رئاسة الحكومة الإسرائيلية نشر التغريدة بأربع أغسطس، يعني التغريدة ما صارت حاليا. طيب حتقولوا لي الخبر بأربع أغسطس حالكم صحيح، ولكن كمان بدي دقق، تغريدة نتنياهو صحيح كان بأربع أغسطس ولكن كان الساعة 3 بعد الظهر وليس الساعة 6 بعد الظهر. وهيدا لما حاولنا ندقق انه ليش كان في هذا الكلام بانه تم ضرب خلية عم يقول هون لحزب الله، هو لانه كان في مثل ما قلنا احداث صارت بالليلة الماضية وهو عم يعلق عليها، وبالتالي ما خص قصة المرفأ مع بعض. واخر شيء لانهي فيها، طبعا لما يوصلكم اي صورة عم توصل على عبر منصات التواصل والتطبيقات، ابسط شيء تعملوا ما يسمى طريقة البحث العكسي، تدخلوها عبر جوجل وتحاولوا تشوفوا هذه الصورة من وين. يعني هذا حساب إخباري بيقول عن حاله إخباري، نشر بأنه إعلام الاحتلال ينشر صورة جوية لمكان الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت. هذه الصورة لما تدخلوها على جوجل حتشوفوا بأنه هذه الصورة ما خصها بتاتا بانفجار بيروت. وحعطيكم أنا مثل بيقولوا تريك صغيرة،
لما تكون نحن عنا أي صورة عبر إنستغرام طبعاً لقياس حيكون حجم صغير. عم بحكي أنا هون إنستغرام عبر الديسكتوب عبر الكمبيوتر. أنتوا ممكن أنتوا تضيفوا فوق لما ينتهي هيدا الرابط تضيفوا ميديا سلاش علامة السؤال سايز إيكوال L يعني لارج وانتر. فهون بحصل انا على الصوره الكبيره كيف طلعت عبر انستغرام. وهون ممكن بكل بساطه سيرش جوجل فور ايمج وانا بصير بيطلع لي طرق مختلفه على شو اللي عم يصير ووين انتشرت هيدي الصوره. فبلاقي مثلا هيدا موقع بي سي سي بيقول تشاينا بلاس بتياجين وهيدي سنه 2016 وبالتالي ما في لها اي علاقه بانفجار بيروت والمرفأ. أنا هيدا هون حوقف وإذا في عندكم أسئلة أو بترك الميكروفون لكم.